السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا شيخ، الحمد الله لله على سلامتك. يسلمك، الله يسلمك. بقول لحضرتك أنا كان عندي سؤالين كده. اتفضل. أول حاجة أنا دلوقتي حاليا في تالتة كلية تجارة. نعم. كنت من سنتين اللي هو أنا كنت داخل حرفيا. الكلية أصلا علشان أمي كانت عايزاني أخش كلية تجارة وأنا ما بحبش المواد بتاعتها. فالسنتين اللي فاتوا كنت نجحت بالغش. بس السنه دي الحمد لله يعني نويت ان انا ما اغشش، بس المواد بالنسبه لي مش عارف اذاكرها خالص، يعني انا المواد دي مش حاببها. فالمفروض اعمل ايه؟ يعني ينفع اكمل السنه دي كده وخلاص ولا اعمل لا ايه؟ يعني الآن نحن مخيرون بين أمرين. الأمر الأول هو طاعة الوالدة، الأمر الثاني الغش. هل يجوز أن تطيع الوالدة وتغش؟ لا يجوز لك ذلك. يعني أنا لازم أكمل حتى لو يعني لا مش حتى لو سقطت، لا تغش، لا حتى لو تغش سقطت. حتى لو سقطت، هو يعني كيف يبيح لك الغش؟ كيف يبيح لك أن تكون محاسب فاشل؟ الله عندك يبارك. حق.